نقدم خدمة من هذا النوع لأطفال حديثي الولادة والأطفال في العناية. استقبلنا حالات كثيرة بقلة الجفاف وسوء التغذية بسبب التهابات الحادة في الصدر بسبب عدم وجود الأهل في مراكز الإيواء الذي لا توجد أي نوع من أنواع مكافحة العدوى. إن الطفلة صحر الزبدة استقبلناها وهي تعاني من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي بسبب قلة المناعة التي أدت بسبب سوء التغذية للأم وللطفلة. الآن صحر الزبدة فارقت الحياة. كذلك في عندنا أطفال وبسبب انقطاع الكهرباء كما ترون لا توجد الكهرباء في المستشفى.